صديق تكلموا لو ديرنيير اكسبوزي هذاك مليح فيما يخص اللجوء الى الشركات المصغره لي ميكرو انتربريز سي كوا سي دوني دو لومبلوا باش نخلق مناصب شغل للشبان الجزائريين لان الجزائر واش هو المشكل تاعها المشكل تاعها خلق مناصب شغل سي تو هذا ما كان مدوا الشغل للشبيبه ولكل اللي راهم يطلبوا الشغل اون ريغل 50% دي بروبليم دالجيري